أو كلمة شركة تعني إيه سيدنا؟ اشتراك. يعني كلنا بنشترك في الجسد الواحد، كلنا بنشترك في الكأس الواحد، علشان كل الحاضرين في الكنيسة بيتناولوا من نفس الجسد ومن نفس الكأس. يعني نوع من أنواع الاتحاد. هو طبعا يحدث اتحاد بين المؤمنين كله وبالمسيح نفسه طبعا. ما هو الاتحاد بياخد أبعاد كتير قوي، اتحاد بعضنا ببعض، واتحاد بالمسيح الرأس، يعني الأعضاء مع بعض والجسد مع الرأس، هو اتحاد حقيقي يعني. طبعا طبعا. وإحنا بنحس بال يعني ما هوش مجرد اتحاد شكلي، لكن إحنا بنحس بالفاعلية ديت طبعا كمؤمنين. يعني فاعلية الشركة، نحن كلنا اشتركنا، ولذلك المتخاصمين ما يقدروش يتناولوا، عشان كده بنصلي صلاة الصلح في الأول، لازم يكون فيه مصالحة، ما فيش يعني نوع من الخصام. يعني من ضمن الفعالية سيدنا هي فعالية غفران الخطايا، يعني الفعالية بتاعت أيوة جسد ودم المسيح، فعالية التناول. ناخد يعطى لمغفرة الخطايا حياة أبدية لمن يتناول منه. واتحدنا فإننا نحن الكثيرين خبز واحد جسد واحد، لأننا جميعنا نشترك في الخبز الواحد، زي ما معلمنا بولس الرسول قال في رسالته الأولى لأهل كورنثوس. شبهها كمان بحبات القمح التي تطحن، جهزت وطحنت وصارت دقيقا صنع منه الخبز الواحد، فده برضو يعني تشبيه بالوحدانية، كل الحبات بقت خبزة واحدة. يعني مفيش حباية بقت موجودة بذاتها. فيش حويصلة يعني. فيش تحوصل. كله بيبقى حاجة واحدة. لكن سيدنا برضو المعنى دوت نشوفه قوي ونعرفه. ان يعني المؤمنين اللي بيتريحوا ينتقلوا بيروح الفردوس، ما بيروحوش على ملكوت السماوات على طول. لا، ملكوت السماوات يبقى الكل. أي. لسه يعني منتظرين لما نكتمل كلنا يوم القيامة العامة، فنبقى واحد. يعني مش هنروح فرادة يعني. بالظبط. فده المعنى بتاع الكنيسة يعني. والفكر مش فكري أنا لوحدي، ولا فكر إنسان لوحده، لا، ده فكر الكنيسة الجماعة. تمام.